عسلامة ومرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم باش نصوروا البات بات فويتي من غير زبدة. انا باش نوريكم اليوم البات هذه باش نخدموا بها كرواسون، باش نخدموا بها لي باغيت فارسي. نوريكم اليوم الريسيت نتاع البات، وان شاء الله في فيديوهات جايين نوريكم كيفاش نخدموا بها الكرواسون وكيفاش باش نخدموا بها باغيت فارسي. اول حاجه عندي لهنا كيلو فارينه، عندي نص لتر حليب، باكو خميره نتاع خبز 10 غرامات، باكو خميره نتاع جاتو باش نستعملو نصو، عندي كعبه عظم، عندي 4 مغارف حليب بودر و4 مغارف زيت. اول حاجه باش نحطوها لهنا عندي مغرفه صغيره سكر ومغرفه صغيره ملح. اول حاجه باش نبداو بها باش نصبوا الحليب الدافي، نص لتر حليب دافي، باش نزيدوهم الحليب البودر 4 مغارف. لهنا راهو تنجموا تستغناو عليه الحليب البودر، ماهوش حاجه اساسيه، اللي ما عندوش ما يستعملوش. باش نصبوا نص الباكو نتاع خميره الجاتو، نستعملوا نص باكو جوست لهنا باش تخلي لي البات نتاعي هشوشه. نستعملوا نص باكو كما قلنا. باش نزيدوا الباكو نتاع خميره الخبز 10 غرامات. باش نزيدهم كعبة العظم، هذه كعبة العظم تاعنا، واخيرا باش نزيدو 4 مغارف كبار زيت. لهنا باش نبداو نخلطو المكونات هذوما، وبعد نزيدو الفارينة ونلمو البات تاعنا. نبداو لهنا نخلطو المكونات تاعنا الكل. كما قلنا الحليب دافي اللي مازال ماهوش ابوني في الشان تاعي كليكي على كلمه ابوني ويفعل الجرس، كل ما نهبط روسيت جديده تجيكم نوتيفيكاسيون. نذوبوا الخميره نتاعنا في وسط الحليب ونبداو نزيدوا الفارينه. قلنا عندنا كيلو فارينه، توا باش نبداو نزيدو الفارينة ونخلطو حتى تتلم البات نتاعنا. كل شيء طبعا باش نصورو قدامكم، المكونات مضبوطة، عطيتكم الريسيت صحيحة، عطيتكم اللي هما 4 مغارف زيت، 4 مغارف خميرة نتاع جاتو، بلوتو 4 مغارف حليب بودر، 4 مغارف زيت، نص لتر حليب، كيلو فارينة، نص باكو نتاع خميره جاتو، كعبة عظم، وباكو نتاع خميره نتاع خبز. وانا ان شاء الله طول نطبلكم المكونات في اول الفيديو هكا كان سهل عليكم. نكمل نصب الفارينه، اللي عنده اي سؤال ينجم يخليه لي في كومونتير وانا نجاوبكم. نكملوا نصبوا الفارينه ونلموا البات. توا لهنا باش نلموا البات نتاعنا، نغسلوا يدينا ونلموا البات نتاعنا. حاولوا ندخلوا الفارينه بالقدي. البات هذه باش نخليوها تخمر نصيف ساعه، نجبدوها نعاودوا نعجنوها شويه شويه، ومن بعد رجعوها تعاود تخمر نص ساعه واحده اخرى. نكمل نلم البات نتاعي. هني البات نتاعي تلمت سي بون، دهنت يدي بشويه زيت ودهنتها شويه من فوق باش نغطيها بطرف قماش ونخليها تخمر في عقلها. توا لهنا البات نتاعي خمرت كما قاعدين تراو، خذيت شويه مارغرين طريه باش ناخذ العجينه نتاعي نقسمها دي بول، نقسمها على دو فوا ومن بعد نوريكم.
لهنا قسمت البات نتاعي للزوز وكل وحده باش نقسمها لعشرة بولات صغار. لهنا قسمت البات نتاعي على اثنين، كل وحده عملت بها دي بول، وطوا باش ناخذ النص الاول نوريكم كيفاش نخدموا بيان سور، النص الثاني باش نخدموا بنفس الطريقه. طوا خديت البول الاولى حليتها باش نحطها في صحن. طوا لهنا باش عندي مارغرين تريا باش ندهنوها. كما قاعدين تراو ديما نحل البول نتاعي نحطها في الصحن ندن بالمارغرين، مارغرين تريا تبدا بحراره الغرفه والا نسخنوها شويه في الميكروواند، المهم ما نذوبوهاش، ونحطوها من فوق حتى لا تبقى الاخرى ما ندهنوهاش. نكملوا بنفس الطريقه. توا بعد ما دهناها بالمارغرين نحطوها على جنب، نعاودوا نحلوا البول الثانيه ونحطوها فوقها حتى لين نكملوا العشرة اللي دي بول. نحلو البول البات نتاعنا قطنيه وتتجبد بطبيعتها، مش مشكل معناتها باش نحلوها ياسر. كيما تراو المارغرين نحطوها بالطريقه هذه وندهنوا المارغرين نتاعنا على الورقه الكل، ونكملوا بنفس الطريقة حتى للكعبة الأخرى الفوقانية بالكل ما ندهنوهاش. لهنا حضرت البات نتاعي كما قاعدين تراو في التوريق. أهم حاجة يلزمنا نغطيو البات نتاعنا ونحطوها في الفريجيدار، يلزمها تبات ليلة كاملة باش نجمو نخدمو بها، باش نجمو نحلوها بالساهل ونخدمو بها بالساهل. أنا إن شاء الله تو نهبطلكم لي روسيت نتاع الشناك ونتاع الكرواسون، بات بنفس البات باش نخدموه، ونجمو نعملو بها زادا البان فارسي، باغيت فارسي. إن شاء الله تو نهبطلكم لي روسيت. وبالنسبة لتوا لازم تغطيوها بالسيلوفان وتحطوها في الفريجيدار تبات ليلة كاملة باش تنجمو تبداو تخدمو بها. البات هذي تنجم تقعد لكم في الفريجيدار، ما المهم غطية بالقدا وملفوفة بالقدا وما يصير لها حتى شيء. إن شاء الله تكون عجبتكم الروسيت. ما تنساوش اللي جديد في الشان متاعي يكليكي على كلمة أبوني، يفعل الجرس، كل ما نهبط روسيت جديدة تجيكم نوتيفيكاسيون. واللي عنده أي سؤال يخلي لي في الكومنتار وأنا بقدرة ربي نجاوبكم، وإلا عنده أي اقتراح. بسلامة.